روح يهضر على البلاد يهضر على عيد كان إنسان طيب على كل حال، وكلنا محبوب لدى الجميع المواطنين، ويترحموا عليه كل الناس، ويعني هو يعني يشبه الجماعة نتاعو كلها، كثير من الناس يجمعوا معاه ويحبوه كثير، ولكن قدر الله ما شاء فعل. على كل حال يعني الخبر تاعو تلقيناه بألم شديد على كل حال، يعني أمر يندى له الجبين، يعني وخاصة لما شاهدته في مشنوق هكذا معلق، يعني أمر ما يتحملوش الإنسان كي يشوف هذاك المشهد. عزيز علينا وربي يرحمه، وخلى الفراغ بالبزاف، دعوا له بالرحمة هذاك ما كانوا ربي. حتى مشكلة، هو يختفي البلدية، شوف البلدية كاع يحبوه الناس، والله غير كاع يحبوه، هو يحب كاع الناس، وصيبه هو الحاجة اللي يهضر عليها هو الوطن العلام.